بان هو حضرتك واخد حكم، واخد قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتجاوز الارتفاع، وواخد رخصه على هذا الاساس، وبناء عليه المحكمه حكمت لحضرتك باستئناف الاعمال. ما جاش حكم بقى مضاد لهذا الحكم او ايقاف هذا الحكم. الحكم اللي صادر عندنا وشغال حاليا واللي شغال على اساسه البنك حضرتك، انه معاه حضرتك انه سريان لهذه الرخصه حتى الارتفاع الموجود في الرخصه. اصحى يا استاذ هاني. استاذ هاني يعني اسمح لي ان احنا ناخد من حضرتك كل الاوراق الملمه بهذه القضيه ونتكلم فيها يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. شكرا جزيلا، مساء الخير. مساء الخير استاذ عادل. نام مننا، تيجي نعمل حوار بقى؟ يلا هنا برضو ولا تحب تقعد هنا؟ والله لا، انت مرتاح كده؟ تحت انا كويس كده. كويس كده خلينا قاعدين كويس كده. طيب نطلع فاصل بقى ونرجع مع الاستاذ بقى. نقول بقى هي نفسنا كده.